مشاهدينا الكرام، بجدد التحيه لحضراتكم مره ثانيه، واسمحوا لي ارحب بضيفي في صاله التحرير الدكتور احمد ترك، احد علماء الازهر الشريف. برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا وسهلا وتحياتي، وكل عام وانتم بخير. اهلا بحضرتك. انا يمكن كنت بتكلم مع فضيلتك وبقول لك احنا تهنا، احنا او انا شخصيا يعني تهت. اللي بيحصل كتير والناس بقت بتتكلم كتير، واللي بيفتي بقى كتير، واللي بيكتب فتاوى بقى كتير، وللاسف بيتم انتشارها بشكل كبير، علشان احنا عندنا حاجة بقى في العالم كلها اسمها السوشيال ميديا، ومن ضمنها احنا موجودين فيها. يمكن حضرتك هبدأ على طول وادخل في الحكاية، يمكن حضرتك تابعت هذا الاتجاه اللي موجود دلوقتي على السوشيال ميديا باستغلال حادث معين في ضرب ثوابت، يمكن احنا كنا بنتكلم، او امور ممكن تبقى تحصل نتيجتها لغط. يعني احنا عندنا كان هناك احد الاشخاص اتهم بالتحرش بفتاة عبر السوشيال ميديا وخلافه، وقامت الدنيا بقى ايه ولم تقعد زي ما احنا بنقول. رأي حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. طبيعة المرحلة زي ما حضرتك اشرتي ان احنا عايشين في عصر السوشيال ميديا، وانا بسمي هذا الجيل جيل التاتش، غيرنا احنا كنا جيل المنافلة. فكرة ان احنا بناخد الدرس في المدرسة 45 دقيقة، فكرة ان احنا بنسمع خطبة الجمعة، فكرة ان كان فيه رموز معينة، فكرة ان كان فيه عندنا 2 قناة بس في التلفزيون المصري، فكرة ان احنا المصادر المعلومات كانت محدودة. وبالتالي النهاردة هذا الواقع المعقد له خصوصية، فاحنا لازم ناخد في اعتبارنا هذه الخصوصية. صحيح. انعكس ذلك على مسألة الرموز ومسألة وخاصة النواحي الدينية. صح. فيما يخص الفتاوى، فيما يخص التصوف، فيما يخص أشياء كثيرة، فكشف لنا بقى إيه اللي كان متغطي. صح. يعني ما هو الحاجات دي كانت موجودة طول عمرها. يعني احنا ما صحناش لقينا مثلا ان في ادعياء في التصوف، لا، ادعياء التصوف موجودين من زمان. يعني الامام الهجويري في القرن الرابع الهجري مؤلف كتاب اسمه كشف المحجوب، كان بيقول فيه ان هناك فارق ما بين الصوفي والمتصوف والمتشبه. الصوفي هو هذا الولي، في اولياء، في اولياء، لان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صحيح. هذا الذي وصل الى مقام الاحسان اللي سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام تحدث عنه، وقال الاحسان ان تعبد الله كانك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراك. اما المتصوف اللي لسه بيجاهد نفسه من ناحيه الصفاء، ومن ناحيه مجاهده النفس، ومن ناحيه الزهد، ومن ناحيه ماشي في الطريق حتى يصل الى الله، وان الى ربك المنتهى. اما هذا المتشبه اللي يلبس كويس ويكحل عينيه ويلبس مكياج ويعمل معرفش ايه ويبتز الناس ويتاجر بمساله الاشارات والصوفيه الى غير ذلك. فاذا المتشبهون موجودون طيله التاريخ، موجودين. انما السوشيال ميديا والعصر الكاميرا وعصر الاذاعه والميكروفون خلى الناس قريه واحده، وخلى العالم كله قريه واحده، ما يحدث هنالك بنشوفه حاليا دلوقتي الى اخره. فده بيتطلب مننا مجهود كبير حتى يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. فالخيط الابيض عشان احنا نبينه في هذا العصر لازم نوضح للناس، ولازم نصل للشباب، ولازم نصل للناس ونعرفهم يعني ايه شريعه، ويعني ايه قال الله وقال الرسول، ويعني ايه شيخ، ويعني ايه عالم ازهري، ويعني ايه متصوف، ويعني إيه الى اخره. لازم نعرف الناس كلها. انا كتبت مقالا من عده سنوات اثر موقف تجربتي مع التصوف. انا على المستوى الشخصي، اولا المصريين كلهم بالمناسبه انا واحد منهم، نشات في اسره صوفيه، لان المصريين كلهم متصوفين. أيوة. بطبيعتنا لما نقول توكلنا على الله ما ده تصوف. صحيح. لما نقول الحلال والحرام ما ده تصوف. صحيح. لما نحب سيدنا النبي ما ده تصوف. صحيح. لما نحب نحتفل بالمولد ده تصوف. لما نحول الاحتفال بالمولد الى فلكلور جميل، حلاوه المولد ده تصوف. فالشعب المصري طول عمره متصوف، بقاله اكتر من 1400 سنة، محدش يزايد عليه. صحيح. ولكن تصوف الشعب المصري تصوف هادئ. ايوه. انا وحضرتك وكلنا نشأنا في هذا الجو الجميل. صحيح. حب الله وحب سيدنا النبي وحب الصحابة وحب الاولياء وحب الصالحين، وعندنا اي حد فينا يقول احب الصالحين ولست منهم الى اخره. انما التطرف في التصوف، التطرف، وأنا أعني هذه الكلمة، لأن التطرف هناك تطرف في التصوف، كما أن هناك تطرف عند السلفية، والتطرف الصوفي من خطر
كما ان التطرف السلفي. التطرف السلفي عارفينه، تطرف الصوفيه ازاي؟ لما واحد النهارده يطلع على الشاشه ويقول انا بقابل سيدنا النبي جهره وهو بيسميني حبيبي فلان. اه. انت ايه بقى حضرتك؟ اذا مثل هذه الامور اللي حضرتك بتتكلم، ما دي فتوى. اليست ذلك فتوى؟ ما هي فتوى. ده هو واحد نصب نفسه وطلع على الشاشه امام الملايين، وقد يكون بينه وبين الله حال. دكتور الاستاذ الدكتور محمود زقزوق الله يرحمه وزير الاوقاف الاسبق كان عرفني على المستشرقه الالمانيه انا شمل. كتبت كتاب عظيم اسمه مبادئ في التصوف وعرب وهذه السيده الفاضله خدمت قعدت تدرس في التصوف 60 سنه. قالت كلام نقلا عن الاولياء القدامى. ايوه عرفتها من هذه. قالت ايه؟ قالت ان كشف الاسرار الولي عندما يكشف اسراره جريمه. صحيح. يعني الولي من صفاته صح. انه ما يكشفش اسراره وان هو يبقى متواضع. فواحد لما يطلع يقول انا ولي انت كذاب. ايوه. لان الولي ما بيقولش انا ولي. صحيح. يعني الصالح لما يطلع يقول انا ادعوكم أنا بوابة الخير وبوابة الحب وأنا آخر مش عارف إيه، أنت كذاب. ليه؟ لأن هذا مخالف لقواعد التصوف. والحقيقة أنا في مقالي دعوت إلى التحذير من هذا الاتجاه. إنه المتطرف السلفي والمتطرف الصوفي بيرتكبوا نفس الجريمة. بيقول لأتباعهم إيه؟ أنا بوابتك للمعرفة، انا بينك وبين الله. صح. لا تتكلم ولا تنام ولا تاكل ولا تشرب الا لما تقول لي. أيوة. وهذا مخالف للقران. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. وكان عندنا الامام الراحل الشيخ محمد زكي ابراهيم رائد العشيره المحمديه رحمه الله، وده من الاقطاب الصوفيه المصريه الجميله، كان عمل مجهود كبير في تجديد الخطاب الصوفي. ولما احنا بنتكلم عن تجديد الخطاب الديني اذا لابد ان نتكلم عن تجديد الخطاب الصوفي. صحيح. ليه؟ لانه التصوف هو جزء من الدين بالمناسبه، لانه مقام الاحسان. أيوة. اذا عندنا حلال وحرام وعندنا شريعه وعندنا عقيده وعندنا، ولكن عندنا الاحسان اللي هي خاصه بالقيم وعلاقه الانسان بربه. انا شخصيه عاديه ومواطن عاديه وممكن يكون مواطنين عاديين كمان سامعنا، ازاي هفرق ما بين المدعي والمتصوف او الصوفي الحق؟ ازاي افرز من لما يقول لي ايه اعرف ان ده مدعي؟ لما ياخدنا الى منطقه رماديه، لما ياخدنا الى منطقه ظلام كده ويقول لك بص بقى انا انت بكره هيحصل لك هيجي لك رزق كبير يا ولد، انت ما اعرفش إيه, 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 ايه الى اخره، ويقعد يدجل عليهم. هذا دجل. أوكي. القران الكريم قالها، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره. يبقى اذا ما فيش في الاسلام حاجه اسمها ضلمه، ما فيش حاجه في الاسلام لا تعالى انا هعرف مستقبلك وهعرف تاريخك وهعرف اوجهك. علاقه الشيخ بالمريد هي علاقه استاذيه فقط لا غير، تعليم. ان انا عندي استاذ. ايوه. بقف احيانا زي مثلا ما بعض تلامذتنا وحبايبنا كده يتصلوا بيا، والله يا شيخ انا مقصر في الصلاه اليومين دول. ايوه. ما بقولهوش لا تعالى حط ايدي عليك وبعدين انا كده انت هتصلي يا ابني، لا. انا هقول له يا ابني حافظ على صلاتك واعمل واحد اتنين تلاته. يبقى انا علاقه الشيخ بالمريد علاقه التعليم. استاذيه. علاقه تعليم. صحيح. وليست علاقه صله بين العبد وربه، لان الله سبحانه وتعالى محى كل ذلك وقال واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. وبالمناسبه الاولياء لا بيظهروا امام كاميرات ولا عندهم واتساب. صحيح. ولا عندهم الكلام ده كله. عندهم سوشيال ميديا. ليه بقى؟ يعني حديث سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، ولا يزال العبد يتقرب الي، حديث قدسي. ولا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى احبه، فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به. صح. وبصره الذي يبصر به. يعني هذا الرجل ممكن يكون الراجل اللي بيخدمك بيعمل لك الشاي والقهوه. ايوه. ممكن ده يكون ولي. الراجل ده اللي بينظف الشارع ممكن يكون ولي. صحيح. هذا العامل ممكن يكون ولي. الشاهد ان مساله ان ما عندناش مصنع للولايه، ما عندناش مدرسه او كليه
بتخرج وانا ما عندناش وظيفه اسمهم الاولياء وما عندناش وظيفه. طب بالمناسبه علشان وفرصه وحضرتك معايا وعايز اخد ارائك سريعا عشان اروح لقضيه تانية، احنا انتشرت العديد من الفتاوى الشاذه والغريبه الحقيقه على مجتمعاتنا، يعني مثلا فتاوى تحرم تربيه القطط، فرايك ايه؟ يعني هو القصة النهاردة الساحة الدينية وخاصة الساحة الدينية الإعلامية فيها مشاكل كثيرة، لأنه معظم طلابها أو معظم باحثون عن الترندات. فالعملية ربنا سبحانه وتعالى بيقول ألا لله الدين الخالص، لما أجي أتكلم في الدين يبقى لله صح. جل جلاله مش لشيء آخر. مسألة الأخ الفاضل الزميل الفاضل اللي طلع وقال تربية القطط والحاجات دي كلها، أنا رديت عليه بمقال، و مقال من السنة العملية لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يخفض الإناء للهرة اللي هي القطة عشان تشرب. صحيح. وسيدنا أبو هريرة كان رجل فقير جدا، لأنه كان من أهل الصفة، أهل الصفة دول كانوا 70، ما كانش أحدهم ما كانش بياكلوا كل يوم من كتر الفقر. كانوا عايشين على صدقات الناس، فشايل قطة في كمه. فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سماه أبو هريرة. عبد الرحمن بن صخر الدوسي، صحابي جليل اصله من اليمن، وهو اكثر الصحابه روايه للحديث. طب هو مش لاقي ياكل، كان بياكل القطه دي ازاي بقى؟ طب اذا كان ده مبررك بتقول الانسان اولى، طب هو كان بياكل القطه ازاي؟ انما كان بيقتسم قوته مع القطه وبيعتبر ده ان لله. وسيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ما قالوش انت غلط، ولا قال له ارمي القطه دي بعيد. فضلا على ان الحيوانات مرافقه للانسان في القصص القرآني. صحيح. قصة أهل الكهف وغير صح. ذلك الشاهد، وأنا كتبت مقال في هذا الإطار. مثل هذه الفتاوى بتعمل بلبلة كبيرة، وكمان فيها افتئات، فيها افتئات شديد على هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى القرآن. ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام. خطير جدا موضوع إن أنا أقول حاجة عشان الناس تشوفني، أو عشان أعمل لخبطة بين الناس، أو عشان الترند، أو عشان أنتشر، وهذا مخالف للقرآن الكريم ولهدي النبي عليه الصلاة والسلام. هؤلاء من سيدنا النبي تنبأ بهم وقال دعاة على أبواب جهنم والعياذ بالله. لازم الإنسان يخلص لله عز وجل، ده رقم واحد. رقم اتنين، احنا عندنا دار إفتاء هي أقدم مؤسسة إفتاء في العالم من سنة 1905. أول مفتي فضلتك أول مفتي كان الشيخ محمد عبده. أيوه. يعني إمام التجديد بالظبط. فإذا الشاهد هنا كل هذه الفتاوى خلاص حسمت، وعندنا فتاوى دار الإفتاء المصرية من سنة 1905 مطبوعة لحد النهاردة، وموجود لهم موقع إلى آخره. فما ينفعش النهاردة بعد كل هذا يجي واحد يجتهد ويقول رأي مخالف. طيب ليه بقى؟ أنت يعني الفتاوى الإنشائية مش بتاعتك. الفتاوى اللي دار الإفتاء المصرية حسمتها، وحسمها علماء الأزهر الشريف وكبار العلماء في هيئة كبار العلماء، مش هتيجي انت بقى حضرتك وتقول لك لا بقى انا ضد الفتوى ديت، لا انا عندي راي اخر. طب الفتوى اللي قالت او اجازت، ودي كانت الحقيقه من احد يعني الاساتذه في الازهر لما تحدث عن فكره سرقه التيار الكهربي واباحه. انا اللي اكتشفت هذه الفتوى. طب كويس. يعني لانه بعض تلامذتي بعت لي الفيديو، وانا كتبت مقال على صفحتي، وفضيل بشكر طبعا بالمناسبه السيد وكيل الازهر الاستاذ الدكتور محمد الضويني، لما انا كلمته على طول عمل اجراء. وبالفعل تم تناقل الموضوع وتحول هذا الاستاذ الى التحقيق. هذا الاستاذ له توجه معين. وهذه مصيبه سودة بقى، ان احنا النهارده عندنا فئات في الازهر او فئات في منتسبين لاي مؤسسه دينيه لهم توجهات فبيخدموا عليها بقال الله وقال الرسول. ولما انا كتبت مقالي وتم نشره، لقيت في حد من ازهري كان مدير مكتب الدكتور يوسف القرضان. ايوه. من تركيا بيرد عليا. بيقول يا شيخ احمد يعني انا موافقك، بس يعني مش معقول اسيب الراجل ياكل عيش. طب لا. طب وانت يا استاذ يا اللي قاعد في تركيا، يا ازهري يا محترم، وانت بتقول ان الفتوى غلط وانا مش مؤيده فيها. قال انت تقدر وانت في تركيا في اسطنبول او في انقره او في اي مكان تقدر تقول للشعب التركي
اسرق الكهرباء او اسرق الميه او اسرق الميه. حرمانيه ده ايه فضيلتك؟ عشان الناس تبقى فاهمه، لان ممكن ساعات احنا مش هننكر ان احنا عندنا مشاكل، او عندنا مشاكل اقتصاديه، او ان المواطن بيعاني، احنا كلنا عارفين ده، لكن فكره الدعوه الى السرقه في حد ذاتها هو اصله سرقه الامه اشد جريمه، جريمه اشد من سرقه الفرد. صحيح. يعني المال العام هو ايه؟ طبعا. هما بيظنوا المال العام ملك الحكومه. هو ده بقى اللي انا عايز حضرتك توضح. لا، المال العام حضرتك هو ملك 105 مليون. صح كده. فانت لما تسرق الكهرباء ولو 5 وات بثلاثه تعريفه، انت سرقت ال 105 مليون، فخصيمك يوم القيامه ليس فردا واحدا انما ال 105 مليون، ده رقم واحد. رقم اثنين، هو انت ما انت تسرق نفسك برضه، ما دام انت حليت ان انت تسرق غيرك، اذا فغيرك هيحل لنفسه انه يسرقك. صح. فما دمت انت بتقول ان السرقه حلال عشان اخد حقي، ده دعوه. ايوه. مع ان حد حقك ده مش معروف. صحيح. ده بشبهه، الله اعلم ده حقك ولا مش حقك، مع انه هو اصلا مش حقك. انت النهارده احنا في اطار دوله لها قوانين ولها لوائح، انت عايز تتظلم؟ تظلم على المستوى القانوني، هذا عهد ما بينك وبين الدوله وبين الامه، لكن تروح بنفسك تسرق الكهرباء وتسرق الميه وتسرق الغاز وتاخد اللي انت تقدر عليه، إذا هذه السرقة، والسرقة جريمة، وبالتالي يوم القيامة 105 مليون هيختصموك، والله سبحانه وتعالى قال: ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. إثارة الفرقة كمان سيادتك، عمل الدولة أو المجتمع أو المكان اللي أنت عايش فيه أو الوطن فريقين. فريق مش عارفة إيه، يعني فكرة إثارة الفرقة نفسها والتفرقة ما بين الناس، إن أنت عايز تفرق هذه أو تفكك، أو مش دي برضه حاجة بيعاقب عليها؟ هو أنا عايز أقول إثارة الفتنة. أنا عايز أقول لحضرتك إحنا لابد أن نعترف أننا نعيش حروب ناعمة وحروب حديثة خاصة بالأفكار وخاصة الدينية. صح. خاصة الدينية. إحنا النهاردة شوف إحنا اتكلمنا في كذا موقف، إذا ففي عقول مسمومة بتبث سمومها في المجتمع. صحيح. عبر السوشيال ميديا. صح. إحنا عندنا جماعات عايزة تنتقم من النظام فتنتقم من الأمة. هي عايزة تنتقم من النظام، هي قصتها كلها إن هي حكمت سنة، فالسنة دي الشعب المصري طردها كما طرد بني إسرائيل، وخروجهم من مصر بالمناسبة خروج الجماعة من مصر كما خروج بني إسرائيل بلا عودة، فبالتالي هي عندها استعداد للانتقام، فتقوم تنتقم إزاي؟ تقوم تنتقم بإصدار الفتاوى الباطلة، إصدار التحريض على الأمة والتحريض على المؤسسات بكل أشكالها وألوانها سواء العسكرية أو سواء المدنية، بتنتقم من الشعب المصري بكل ما أوتيت من قوة. طيب بجانب ذلك إحنا عندنا دجل وشعوذة. صحيح. وفيه نشر لهذا الموضوع. فإذا مؤسسات الوعي اللي بعافية شوية لازم تنتفض. لازم تنتفض. مؤسسة الأزهر الشريف، وزارة الأوقاف المصرية، الجناح الأيمن للأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، وبعدين وما نستناش فضلك. الخطاب أصلا كمان الصادر من المؤسسة ما بيفهمهوش الشباب شوية. أنا آسف، معلش. لا ده مش احنا ما بنفهموش، لا خليني أنا كمان. يعني احنا صعب. بس إيه، خلينا نتكلم شوية واقعية في ظل هذه الأزمة. يا ريت. خطبة الجمعة بهذه اللغة الرصينة المتقعرة أحيانا كثير من الشباب اللي في مدارس دولية وكثير من الشباب حتى اللي مش في المدارس الحكومية لا يفهم كلمتها. صح. ممكن إحنا في الأربعينات والخمسينات أنا ممكن نفهم كلمتها. ممكن أقف عند هذه النقطة، هخرج بس الفاصل وارجع مرة أخرى لاستكمال لقاء. رجعنا لحضراتكم مره تانية، وبجدد التحيه لحضرتك دكتور احمد. وعايزه بقى نرجع ناخد يعني في عجاله، عشان انا يعني خلاص وقتي تقريبا بينتهي، بس خليني اخد بقى من حضرتك جمله. احنا كنا بنتكلم على لغه الخطابه، لغه الكلمات المستخدمه فيما يصدر من فتاوى او خطبه الجمعه او خلافه. محتاجين الحقيقه، مش عايزين نميح خطبه الجمعه، لما محتاجين الحقيقه يعني خطاب يكون مناسب للشباب شويه يفهموه. انا طبعا عندنا زميل اسمه محمد ابو السعود، لو تسمحي لي، قاعد في مسجد مجمع الاطفال
وبيكلمهم بلغتهم هايل في فيما يخص ويحصنهم بقى، يقول لهم يعني ايه تطرف، يعني ايه كذا، يعني ايه كذا. لو قال ده قال لك محتاجين اللغه دي، محتاجين رجال العلم ورجال مشايخنا يؤدوا هذا الدور في مساجدهم وفي منابرهم. ده رقم واحد. طب اتفضل اتفضل. طيب خلينا هاخد كمان الموضوع الخاص ربما من الفتاوى اللي انتشرت وعايزه راي حضرتك فيها، المساكنه. رايك؟ مش فتوى، دي مصيبه. هذه ليست فتوى، لا، ده في اطار حمله شرسه لضرب الاسره المصريه والهويه المصريه والهويه الدينيه والقيم، لانه في خطه شيطانيه عالميه للتطبيع مع الرذائل، ان احنا نكون نسخه من اوروبا، وبالتالي الاسره دي ما تبقاش موجوده، وده موجود، ولابد من المواجهه بالطب النفسي. اشتغل علماء النفس، اشتغلوا رجال العلم ورجال الازهر، اشتغلوا. هذه امور كلها مرفوضه على المستوى الشرعي، ولا يمكن ان تكون فتوى، بل هي دعوه للاباحيه. طيب هاخد كلمه اخيره برضو من حضرتك في موضوع الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام. ما ماتش، مات قبص من نور، شق من الله سبحانه وتعالى. ايه اللي بيحصل؟ ليه؟ ما هو النبي احنا عارفينه، يعني هو النبي عليه الصلاه والسلام قال لا تطروني. لا تطروني، يعني ما تدونيش حق، فقل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. نوره معنوي، صحيح. انما هو بشر، كان ياكل ويشرب ويتزوج ويمشي في الاسواق، وده اللي قاله سيدنا النبي، وكان صلى الله عليه وسلم يؤذى، وكان يتجرح، وكان يصلي، وكان يصوم، ومات. صحيح. والله عز وجل قال له انك ميت وانهم ميتون. صحيح. سواء انت عرفت الموت ده ايا كان، هو صحيح، ما هو الموت ده ليس فناء، انما هو انتقال من مرحله الى مرحله، مرحله الحياه الدنيا الى مرحله الحياه العليا. ده بالنسبه لكل البشر. اما سيدنا النبي فله خصائص، له خصائص طبعا، انما اللي يطلع يقول لا ده هو قطعه من الذات الالهيه، اعوذ بالله، ده كفر يا فندم. هذا كفر بواح. قل هو الله احد، الله الصمد، الله الصمد، صحيح، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. فبالتالي هذا التطرف بقى اللي احنا بنتكلم عنه، هذا التطرف ينتج عنه ايه؟ تطرف في الالحاد، لانه بيتاخد هذا الكلام كوقود لدعوه الشباب الى الالحاد واللا دينيه، وبينتج عنه ايضا تطرف سلفي، ان يقول لك بس هو اصله التصوف كله كده، وان الصوفيه كلهم كده، وان اهل الله كلهم كده، بياخدوا الناس الى الارهاب. فإذا هذا الموضوع من الأهمية بمكان عظيم. الأمر الآخر هو احنا ليه لحد دلوقتي ما نجحناش عشان نشاور للناس من له الحق انه يقول، من له الحق انه هو يفتي، صحيح. من له الحق يطلع في التلفزيون ويقول قال الله وقال الرسول؟ مين بقى يا فندم؟ من له الحق؟ العالم الأزهر النير. هو حضرتك احنا عندنا نماذج للتصوف في تاريخنا، الإمام عبد الحليم محمود عمره هرتل بأي كلمة من دول؟ لا. سمعت مولانا الشيخ الشعراوي هرتل بأي كلام من ده؟ لا. طيب فضيلة الشيخ عطية صقر الله يرحمه طلع في التلفزيون مرة وقال هذا الكلام؟ لا. ما دول نماذج صوفية عظيمة، دول نماذج صوفية. احنا عندنا رموزنا في التاريخ كلهم صوفية، ابن حجر العسقلاني ما هو صوفي، صلاح الدين الأيوبي ما هو صوفي، صحيح. الظاهر بيبرس ما هو صوفي، سيف الدين قطز ما هو صوفي، الإمام السنوسي اللي حارب الطليان ما هو صوفي، عمر المختار على فكرة بالمناسبة ما هو صوفي. احنا عندنا المدرسة الصوفية في تاريخها مدرسة نظيفة. التصوف بتاعنا، التصوف المصري، تصوف هادئ بعيد عن التطرف. التطرف انا شايفه بقاله 20-30 سنة ظهر على السطح، ولابد من مقاومته. ومش اي حد بقى يطلع ويعمل طريقة، ومش اي حد يطلع ويبني مسجد ويقعد فيه، صح، ويقول دي زاوية. يبقى احنا عايزين ومش أي حد القوانين؟ إذن طبعا ولا تبقى تنظيم من الداخل؟ هي الضوابط والقوانين موجودة، يعني بعد المصايب اللي حصلت في الفترة الأخيرة طلع الطرق الصوفية وقال والله الراجل ده احنا مش تبعنا، مش تبعنا، ده كلام سليم. سايبينه ليه بقى حضراتكم؟ من بقاله من 2004، لما هو عنده حادثة مشكلة في سنة 2004، من 2004 لحد 2024 في 20 سنة في خسارة قد إيه؟ صح، ضم ليه مشاهير أنا ما بتكلمش على شخصه قد إيه؟ على شخصه، على العين والرأس، إنما بتكلم على الأنموذج نفسه. صحيح. هذا الأنموذج ليه في زيه؟ في زيه كتير غير معتمدين،
وبالتالي انا اقترح على الساده واصدقائي وشيخي واستاذي الشيخ عبد الهادي القصبي وصاحبي، انت يا شيخ مشايخ الطرق الصوفيه خد وانت حضرتك في البرلمان خد موقف صح، وانت هتؤيد بكل القوانين المتاحه ان الساده المشايخ اللي موجودين اللي مش معتمدين قننوا اوضاعهم او اطردوهم عن ساحه التصوف، ولا تصدروهم للناس ولا تسمحوا لهم انهم يتصدروا للناس. انا بالكلمة دي وبنضم صوتنا لصوت حضرتك، لا احنا محتاجين وقفة. انا بشكر حضرتك دكتور احمد ترك احد علماء الازهر الشريف، شكرا جزيلا، شرفتنا ونورتنا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، حاولنا نوصل لحضراتكم تصحيح لبعض الافكار المغلوطة والمعتقدات، وهنستمر معاكم في صالة التحرير في هذا الملف، لان احنا محتاجين ان احنا كلنا عقولنا تنور. انا بشكر حضراتكم جدا، اشوفكم بكره ان شاء الله، لكم مني كل التحيه، فاتن عبد المعبود.